مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة. ومن يمي هنا أسلم على أحبابنا اللي بالعراق ونقولهم يا ربي بردا وسلاما عليكم، وإن شاء الله نسمع عنكم أخبار طيبة. اليوم احنا رح نطبخ طبخة عجيبة غريبة، طبخة شو نسميها ما جماعة دا يتأمركون. نورة لقت لي اياها بأحد المواقع الأمريكية، أكلة فيجن، أكلة يعني نباتية بس تحوي على بروتينات على كالسيوم. طبعا هذا بروكلي يشبه اللي ما عنده بروكلي بالعراق يسوي بداله قرنابيط. وهاي البهارات وهاي قليل من التمن مغسول، يعني شو اقول لكم كوب واحد. وهسه راح نبدي الطريقة، بس اريد نور تعلمني لان هي جابت لي الأكلة، قالت لي ماما جيبي ذني حضرتهن وساعديني نور. يلا يلا هسه ايش نسوي؟ اول شيء نجيب الحمص، مو انا شفته هيجي مو بالفيديو هذا الامريكي، نجيب الحمص. زين هذا دا اسالك بما انه انت مخترعه الاكله، ندهنه للفايركس لو كل شيء ماكو؟ نهائيا ماكو اي دهن، عداوه ويا الدهن. طبعا هم هاي الاكله يسيحوا لها كاسترول هنا أنا. اي ويكون بيها جبن، بس احنا ما راح نستخدم الجبن. الجبن هم هذا يسموه جبن نباتي. البنيه اللي اني تابعتها طبعا اسمها كيتلين، وتكتب هي بوست يعني، فاخذ من عندها ريسبيز مرات. اي يعني وصفات مال وصفات احبابي ريسبيز. اي هي فيجن، فكل الاكل اللي تسويه فيجن. هاي الاكله مو فيجن بس هي سوتها فيجن، يعني بس خضروات بيها. اي هم يستخدمون لحم وياها. اي هم يستخدمون الجبن العادي، هي استخدمت الجبن الفيجن. احنا ما راح نستخدم اي جبن لان انا ونوره ما ناكل جبن، فانتوا لا تريدون جبن حتى لو جبن عادي تبرشوه وترشوه اخير شيء، لان حتشوفون الطريقه. شو اسمه هي استعملت شو اسمه نفس الشيء همينه مي حار. وهسه راح نسويها وياكم ونشوف شكلها ونذوق طعمها ونعطيكم اياه للامانه. الطريقة أول شيء هي تجيب هذا الفايركس، الحمص، الحمص اللبلبي احنا نسميه بالعراق، مسلوق يعني مو شقة قوية، لأن راح ينحط بالفرن. حطه هذه أولا، هذا الحمص مو صحيح؟ هاي البروكلي أحبابي منظف ومقطع، وهمنا نحطها هيك. طيب ده تشوفون بدون اي قطعه دهن، ويحوي على كالسيوم، بروتين، كربوهيدرات. الرز راح نبدي ندير شو اسمه الرز. هذا الرز منقوع ومغسول، نحطه نبدي نوزعه على شو اسمه، لان هو تعرفون التمن يعني يكثر بالطبخ. هذا كوب واحد مو؟ اي هاي المقاسات؟ اي كوب مسح يعني كلش. اي ويا هذا هم بكيفهم يريدون يكثرون روز، هو كل ما يقلل التمن تكون الاكله صحيه اكثر. بس هاي هيك راح نوزعه، هو من راح ندير السائل همين يتوزع. نسيت اقول لكم هذا ثوم طحين، هذا ملح، ملح هذا مال جبال هملايا صحي اكثر اني استعمله. هذا تشيلي وكركم وكاري، واللي يريد يحط كمون هم بكيفه. انا اقول البهارات حسب الرغبه، ما اريد نطولها عليكم. هسه راح نشوفكم هذا ملح كافي لهاي كل هالاشياء؟ لو لازم نحط بعد؟ انا اشوفه كافي. الحمص هم انا ما حاطين له ملح. اي احنا صحيح الحمص هم ما حاطين له، حسب الرغبه مو مشكله. اي بس هو يعني كافي هسه لاكلتنا؟ احنا ما نحب اللحى الملوحه. اي كافي. متاكده؟ جيبي يلا. هاي الشغلات نوره حسب الرغبه. هذا همين خاشو جمال شاي ضفت له. يعني ما علي بالفيديو هسه، انا اريد شو اسمه انا جوعانه. اي
شلون يصير هسه دخلني نشوفها تنجح ويانا هم. تذكرين الخل مال التفاح مو عبالكم ناسيته لحد الان بالرسائل الخاصه يدزولي وصفات وفد يوم اجرب وحده والا نجحت طبعا هم وياكم خطوه بخطوه. هسه هذه تقريبا نسوي كوبين مي اي نقول هاي انا عينك ميزانك هذا كوب وهذا كوبين شويه الكوب مال العراقيين ببركه اي لا اعتقد هاي هي مالتنا الفايركس كبيره هي كانت الفايركس مالتها شويه اصغر اي اي هي سوت كميه اقل اي مو احنا ما نجوز هسه حبايبي هذا الكركم والكاري تمنى لا تريدون براون تمنى الجوز يعني لو عندي كان سويت بس هسه من جتنا الفكره ده نسويها كان ما عندنا تمن براون طبعا حار من كاسه حرقتني حرق المي دي انحار اعتقد هذا كافي نوره لان اي البروكلي هم يذب ميه واللبلبي هو مسلوق سلوفان حبايبي هذا هاي ريكي خلينا نفتح هذا هيجي زين هذا راح ندخله بالفرن المدة قد هي قالت ساعة ساعة بما انه احنا يعني هي كانت الطبخة مالتها فتحت التمن من الكيس وحطته احنا مغسول ومنقوع صار تقريبا نص ساعة واللبلبي مالتنا مسلوق زين فيجوز 40 دقيقة 40 دقيقة وعلى درجة حرارة 400 فهرنهايتي والسيليزي شقد ما اعرف ما اعرف السيليزي هم مو طباخهم الحاصل يعني على درجة حرارة عالية يعني أكثر من المتوسطة راح نحطها بالفرن حبايبي ونرجع لكم ونرجع لكم يلا ننتظر إن شاء الله أوه البخار واو شو طيني شو قالوا الفورك نشوف التمن مستوي ايييييي يخبل شو اسمه بس حرامات هذا باقي ابيض مو هذا باقي ابيض مو مشكله هاي شويه اها من تلابسي شفتي انت عادي انا لا هذه فوق ما انت ما طبختيها وانا طبختها يلا هسه نصوب يلا خلي اجيب لك طشت لا لا اريد بس الضوقين معجانه هاي يلك شفتير شفتير ما يحتاج ما يحتاج بس احنا بس تيست يلا انتي اكلي يلا نشوف الطعم بس حقيقه يخبل هيك بي ما اعرف ليش محصورين بهاي الزاويه ما دا افتهم ياهو هاي الزاويه اللي احنا بيها جيبي انا اصور هاي شيء خلي شو اسمه البخار يلا وانتي محظوقين؟ جيبي خاشوقي خاف حرام واحد ينفخ وليش؟ بروكلي شو صاير؟ طالعاني اطول منك صدق طيب؟ بعدني ما باقي بين صمت صمت اي حار رهيب الله خبر رهيب جرب كملي اقول لكم جربوه وتدعوا لي خاصه هذا النكهه الحار مال تشيلي الفلفل الاحمر فد نكهه ماما طولي روحت شوي ها مو انا هيك مو مشكله وهاي طبختنا وجدا بسيطه وصحيه جيبي دا صورها البروكلي يخبل البروكلي والحمص والنكهه مال الرز يوميا اسويكم اكله صحيه واسولف لكم على قصه المراجعه مالتي مال
ويت مانجمنت. خلي ارجع الكاميرا عليك ونسولف لكم عن نصائح اللي بالويت مانجمنت المركز مال مراقبه الوزن، النصائح اللي قالوا لنا عليها وشلون قاس نسبه الاحراق. ترى كل انسان يختلف الاحراق عنده، ومثل ما شفتوا ترى لا دهن لا مدري شنو، كلش طيبه كلش طيبه. ونقول جربوها وكتبونا، خلي يسوونا على الانستغرام اللي يطبخها يسوينا هاشتاج شو اسمه، يسوونا تاج، يسوونا تاج ويقولونا جربناها وطيبه وسهله. طبعا ما صورت انه بالفرن ويطلع التمن منفش والاكل مستوي، صورته راح يطلع محبل بس صدق روعه. فخلونا شويه يعني ما نظل قافلين بس على التشريب وعلى البانية. وهسه يسمعنا استاذ هاني ولو اكلاته تخبل ما تتقاوم، وهذا تراثنا نعتز به. بس يعني انا من جبت لك الوصفه ما خشت العقلي، تعيبين علي. فجربوا جربوا احبابي، اي يعني نوبات شغلات جديده نجربها حلوه وطيبه. وطبعا تعتبر وجبه كامله، واحد ياكل كميه محدوده اللي انبيها شو اسمه الحمص، هذا بروتينات وكربوهيدرات وفيتامينات، ويعني طيبه. ومع السلامه حبايبي.